عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا توا على موجة المندرة اف ام 99 واللي تلقاونا زيدا على ستريمينغ لايف سور نوتر باج فيسبوك مندرة اف ام وتلقاونا زيدا على نوتر سيت انترنت مندرة اف ام بوان كوم اوسي سور لابليكاسيون موبيل مندرة اف ام. معاكم نورا الميكرو راني عمارة اما كالعادة مانيش وحدي, معايا في استوديو اصدقائي وسيم حميدي واحمد سيسي. عسلامة الناس الكل, انا احمد. عسلامة انا وسيم, مرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكل. اليوم لحد 19 سبتمبر 2021 وجيناكم في حلقة جديدة من برنامج امور تهمنا كل ثالث احد من كل شهر. الحلقة المفروض تبدا نصف النهار ولكن لمشاكل تقنية اليوم نعتذروا على التأخير, تعطلنا شوي. ومرتهمنا هو برنامج شهري يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. إذاعة مندرة أفام هي واحدة من الإذاعات اللي تلقاو فيها أمور تهمنا كل ثالث أحد في الشهر من نصف النهار الماضي ساعة في بث متزامن مع كل من دريم أفام, نفزاوة أفام, عليسة أفام وسيليوم أفام. البث متزامن على جميع الإذاعات ولكن على كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. كما عودناكم في برنامج أمور تهمنا نحكيو على القضايا المهمة والقريبة منكم. المرة هذه باش نطرحوا موضوع حالة شواطئ بنزرت في نهاية الموسم الصيفي بين مسؤولية السلطة ومسؤولية المواطن. أما قبل باش نحكيو على الاستعداد لموسم الأمطار في تونس, التدخلات والخطط المعتمدة دمدة لمنع الفيضانات والتوقي منها. هذاك علاش باش تكون حاضر معنا بالتليفون السيدة حفيظة بالخير الكاتبة العامة لبلدية تونس. مرحبا بك مدام حفيظة وشكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعتكم, شكرا على الاستضافة. شكرا لك. قبل ما نبداو حديثنا معك مدام, خلينا نسمع راي بعض المواطنين من مختلف بلديات تونس الكبرى حول موضوع الفيضانات وبعد نرجع معك للتعليق وطرح الاسئله. بالنسبة للحرارية نحن متقلقين منه على الآخر, مع أنه البلدية قامت بمعالجة بعض البلوعات مع الفيضانات توا رجوع للمدرسة نورمالمون ناخذوا احتياطنا يكملوا يصرحوا البلوعات الأخرين. نتمنى من السلطة تدخل في فوشينا اشتاد جي والناس كل تتفجع قطرة ماء, الدنيا كل تبحر, الناس اللي ما عادش نجم تمشي تخدم وما عادش نجم يمشيوا يقراوا, ما نحكيوش عاد على حفر والقمم اللي تتسيب وأبار الناس مساكن اللي تدخل لها المال ديارها كل هكا الناس تبدأ خايفة ويديها على قلوبها. الشيء هذا ولا متكرر كل عام ومناش قاعدين نقاول في حلول جذرية باش نمنعوا فيضانات وتكثف مياه الأمطار. فصل الشتاء يثير مخاوف بالنسبة لي, وأنا كطالبة نلقى وسائل النقل معطلة, ما تلقى لا كيران لا متروات لا حد شيء, توصل حتى الدروس تتعطل, والدولة في الإطار هذا ما عايش قاعدة في حتى مجهودات باش تحسن البنية التحتية. تعليقك على اللي كنا نسمعوا فيه. والله هالاراء اللي قاعدين يقولوا فيها نتشاتروا فيها معاهم الناس الكل. احنا كيف الاستعداد لموسم الشتاء معناها هاجس مشترك حتى مع المواطنين, ابريتو احنا مواطنين معناها قبل ما نكونوا مسؤولين, دونك معناها كلامهم معقول برشا هذا قبل ما نبداو في الحديث. واضح مدام كنت واضحنا في البداية فيش تتمثل وتتجسد الاستعدادات اللي يقوموا بها البلديات بصفة عامة كل معناها اخر موسم صيفي للتوقي من خطر الفيضانات. هذا دونك هو الحقيقة الاستعداد موسم الأمطار ما يبداش في اخر موسم صيفي اذا كان نحبوا معناها تبدأ الأمور سلسة وواضحة والكل. دونك يلزم الاستعداد يبدأ على كامل العام, له التدخل يلزم يكون على كامل العام في كافة البلوعات. قبل كل شيء راهو موضوع ترصيف مياه الأمطار والاستعدادات هذية راهو يهم عدة أطراف مهمة في البلديات بركة, معناها خاطر معناها مجموعة من النقاط نسميوها نقاط زرقاء احنا فيها تهم عدة متدخلين. أما أهم هالمتدخلين هذوما هما على وجه الخصوص البلدية على رأس القائمة اللي هي ديما أقرب حاجة من المواطن, وأول ما يشوف المواطن إشكال يقوم أوتوماتيكمون راهي البلدية. وعندك الديوان الوطني للتطهير وعندنا إدارة المياه العمرانية والتجهيز بطبيعة معناها بطبيعة الحال. دونك معناها هل المتدخلين هذم بصفة عامة
كل واحد يلزم يدخل في المنشآت نتاعو باش نضمنوا فما سيولة ولا سيلان مياه الأمطار بصفة عادية وما تأثرش على المواطنين. يعني هذا إجمالا حبيت نوضحه. بالنسبة لنا احنا كبلدية احنا عندنا إدارة خاصة معناها عندها برنامج سنوي تبدأه من أول العام الجانبي من أول العام في جهر البلوعة اللي هو بطبيعة يكون عنده تأثير بعد على السيلان متاع مياه الأمطار. جهر هذا يبدأ احنا عنا تبارك الله عنا عدد مهم للبلوعات كما تعرف حسب الأنهج اللي فيهم منشآت وفيهم معناها الريزو بطعامة. نعمل تدخل بوسائل نباتية معناها بالأعوان اللي عنا وبالمؤدات اللي عنا ونعملوا تدخل زادة كيف كيف عن طريق الحواس نعملوا معناها صفقة باش ندعموا هالمجهود اللي تعمل فيه البلدية. هذا نظريا كل عام. بالنسبة للسنة السنة بدينا احنا من شهر جانبي في التدخلات هذه تصير معناها بون من شهر جانبي كنقولوا تدخلات راهو تبدا فما امطار وتكون تدخلات بونكتويل وقتاش نسميوه استعداد موسم الامطار هو اللي نبداو نقويوا شويه في الريتم جويليا وبرنسيبالمون في اول اوت من اول اوت تبدا التدخل حسب برنامج اكسليري اللي هو صار السنه. نجم نقول لك احنا السنه تقريبا احصائيا جهرنا 4000 حوالي 4000 بلوعه نتاع تفريش مياه امطار في إطار هذا معناتها حابين نعرف شنية الأحياء مثلا لحد الآن اللي شملتها التدخلات هذه وبالطبيعة مازالت الاستعدادات باش تشمل مناطق أخرى. بالله مازالت احنا توا أبار اللي دخلنا فيه هذايا عملنا زادة كيف كيف استشارة قاعدين توا في طور الفرز وتقييم العروض باش تنطلق الأسبوع هذا الأسبوع المقبل اللي بعده باش تنطلق بريتم زادة أكسليري في بعض النقاط اللي مازالت معناها ما كملناهاش. احنا نقاطنا الزرقاء أهمها شنية دي احنا عندنا 15 دايرة في بلدية تونس 15 دايرة بلدية كل دايرة بلدية تقريبا في حجم بلدية معناها بلديه مش حتى صغرى حتى متوسطه فهمت. دونك احنا عندنا برينسيبالمون نقاط الزرقاء ونلقاو فيهم اشكاليات سنويا هي السيجومي الزهور خاطر عندهم منافذ على السطحه هما تقريبا اكثر بلاصه منخفضه وبالتالي سيلان المياه يبدا ماشي ديما كما تعرف في اتجاه البحر وفي اتجاه السطحه باش تلقى انت كل سيلان المياه باش يوصل اذا كان المنافذ في السطحه ماهيش معناها مجهورة ماهيش منصفة باش ولا مثلا فيها اوبستاكل كالكباخ باش تلقى المياه هذي باش ترجع للديار تستفاد شوى. دونك احنا عندنا السيجومي الزهور ما نحكي لك الحقيقة المواطنين وحتى احنا كبلدين نبداو مبجوعين خاصة على النقاط هذي وعندنا زادة كيف كيف العمران الأعلى فيها بعض النقاط المنخفضة فيها حتى المرتفعات وفيها بعض النقاط المنخفضة العمران الكبارية كيف كيف ثم بعض النقاط. دونك في كامل الدوائر ثم إحصاء هو يصير بالتنسيق مع الولاية والحماية المدنية وكيف ما تعرف معناها تصير جلسة على مستوى الولاية وإحنا كيف كيف إحنا سنين صارت جلستين تنسيقيتين بإشراف سيد رئيس البلدية شيخ المدينة وتم دعوة فيهم الديوان الوطني للتطهير إدارة المياه العمرانية والإدارة الجهوية للتجهيز باش نشوفوا النقاط هذوما وكل واحد شنو دخل واحنا ونسقوا معناها هي جلسه تنسيقيه كما قلت هو حتى مدام حتى على مستوى العاصمه كذلك تتخلق دائما عده اشكاليات في علاقه مثلا بتعطل حركه المرور يعني مثلا في الامطار الاخيره في الايام الاخيره فما يعني الامطار ما كانتش كثيفه برشا يعني بعض المليمترات نلقاو مثلا مناطق كما على مستوى معناها باب بنيت على مستوى شرنيكول وغيره مناطق دي يعني يصير فيها بلوكاج توتال على مستوى حركه المرور. دونك في اعتقادي حتى معناها الوسط العاصمه تستحق انه معناها يصير لها لفت نظر من قبل صحيح وفما نقطه زرقاء كبيره والناس الكل تعرفها معناها اللي هي على مستوى التجيم معناها احنا تعرف على مستوى التجيم كل عام معناها رغم التدخل مشترك يصير والناس الكل تتدخل لوناس البلديه بشرف الولايه بنا معناها بشرف رئيس البلديه اي بوغتو تلقى اشكاليات معناها هو زاد ما ردوا ليزوفغاج اللي تهز للبرت كما تعرف البرت القديم اللي هو موجود غادي معناها زاد وعملية الجهر نتاعها اللي هي عملية مكلفة شكون اللي كان يقوم بها لوناز بها شو هي المشكل ديما كي تجي تشخصه هذا الموضوع جديد قديم مش السنوات هذه بركرة من سنوات انت ما نعرفش تستحضرش سنة 2003 2007 ديما الإشكال هو كيف كوا شكون المهام هذه عند شكون
فمعناها بالحق عنا إشكال اسمه قنوات تصريف مياه الأمطار، نسميوها القنوات اليتيمة احنا اللي ما تلقاش شكون اللي متبنيها. ناس تقول البلديات تاعها شو نعرف وقت الديوان الوطني للتصريف، احنا وقت تصير الإشكالية الناس كل تحط يدها. أما في الـ في الـ في الاستعدادات وفي التدخلات الدورية كل واحد يقول لي الموضوع براتيك ما نبدأ نوزع في توزيع الأدوار، فما نوعا ما من الغموض. فما اللي عنا احنا ودي هيئناهم نتبنيينهم وندخلوا فيهم كبلدية، وديما تقعد ديما كما قلت لك البلدية هي أقرب إدارة وأقرب سلطة للمواطن، هو اللي يعرف البلدية ويرجع لها ديريكت هي، وهي اللي قائمة بدورها. واضح مدام. طيب فما برشا بلديات في تونس منهم حتى بلديات في ولاية تونس الكبرى بدأت في استعمال الزيغوفيلتخ اللي هما عبارة على ديكاج ميتاليك يركبوا في البلوعات يمنعوا النفايات السلبة من أنها تتعدى في قنوات تصريف مياه الأمطار. هل بلدية تونس فكرت ولا قاعدة تفكر في أنه ما تصير في إطار التجربة هذه؟ فتنا مرحلة التفكير احنا ودخلنا مرحلة الإنجاز، ديجا بدينا في تركيزه، معناها عملنا زادة كيف عنا مدة زينا في الإجراءات وعملنا صفقة صغيرة في شارة السماء واقتنينا هل المشابك احنا اللي باش ما يعديوش وباش ما يأديوش، هي عندهم جانب وقائي أكثر منه معناها في الاستعداد. وبدينا ركزنا في شارع بورقيبة في بعض النقاط اللي اخترناهم اللي ذات حساسية أكثر من غيرها، دونك بدينا في التركيز وقاعدة متواصلة عملية التركيز نتاع حمراء. طيب مدام، صناعة أكيد الحلول هذية كلها مهمة لكن تقعد وقتية ونجعتها محدودة، وأكيد لازمنا نعاودوها كل قبل كل شتاء وحتى في وسط الشتاء لازمنا نعاودو معناها كل مرة ننظفو خاطر أكيد الأوساخ تعاود تتراكم. دونك أنتم كبلدية هل فكرتوا في حلول تكون على المدى البعيد وتكون ذات نجاعة وفعالية أكبر؟ هو الحلول على المدى البعيد والحلول ذات النجاعة والفعالية راهي ما ترجعش كما قلت لك البلدية برك، راهي مشترك. انت كي مرض الاوساخ القاء الفضلات كي الناس الكل تلتزم كونه ما مانيش نجي فك اللي كان يفو فك المجاري نتاع المياه الامطار وطيش الاوساخ هكاك عطوغي عطوغي قد ما تنظف البلدية لازم باش تلقى فما تسربات اللي قاعدة تتعدى في الشبكة نتاع تصريف مياه الامطار واللي تأدي لهذا. معناها كي تقول انت فما حلول على المدى البعيد معناها فما اجراءات هي لمحاله وقائيه اللي مثلا نبداوها بتجنب المواطن من القاء الفضلات كيف ما يجي، رغم اللي فما تلقى معناها الحاويات الصغيره نتاع فتنيه وكل موجودين لكن المواطن ديما الغالب اللي يبدو يطيش. هذه دو كيف العملية التنسيق بين الإدارات الأخرين كل المعنية، راهو فما برامج زادة باش ما نظلموش حتى حد، الديوان الوطني للتطهير يحط في برنامج سنوي، الداعش تحط برنامج سنوي، ديما الحقيقة أما كيف نجيو نثبتوا نلقاو هالبرامج هذه الحقيقة غير كافية ونقولوها من على خاطر ماناش مش الفايدة كون نقولوا رانا قمنا وعملنا وكذا بعد تلقى النتيجة باش ما نقولوش سلبية راهي متوسطة ولا أقل من المتوسطة. دونك إذا كان الأدوار كل واحد يقوم بالدور نتاعو. راهو دور البلدية وحده ما يكفيش ودور الأخرين وحده زادة ما يكفيش، الناس كل لازم تتدخل، التدخل الدوري لازم من الحلول الوقائية. الحلول الجذرية، الحلول الجذرية هي ديما حلول كبيرة الدولة تتحملها، تخمم فيه استراتيجية وهذا قاعدة تعمل فيه الدولة نوعا ما في البرامج الكبرى من حماية تونس الجنوبية من الفيضانات اللي تقوم بتشرف عليها إدارة المياه العمرانية، اللي مثلا تونس الشماليه من الفيضانات، هالحلول الكبرى هذه قاعده تنقص اما ماهيش قاعده تحل في المشكله انفابورتوت، على خاطر باش تلقى منطقه تحلت مشكلتها والمنطقه الاخرى مازال باش تلقى ديما الاشكاليات هذه. بناء فوضوي ما تنساهش، فما بناء فوضوي قاعد يصير من قبل المواطنين وللاسف ضعف الرقابه اللي الناس الكل تعرف النقطه هذه، راهو فما تفكير ساعات للسيلين العادي للامطار. هذاك يأثر ساعات على بعض الاحياء برماتها. معناها راهو موضوع مياه الامطار متشعب شويه خاطر اسبابه ماهيش كالامطار اللي قاعده تصب. معناها احنا ربي غيثنا نستناو معناها ان شاء الله ربي يعطينا خير وهك تشوف معناها عندنا نقص في المياه الشرب عندنا كذا دونك ربي ان شاء الله يعطينا نعمته. اما احنا زاده يلزمنا
نحن الاستعداد والتوقي، ويلزمنا زيدا نمنع الأسباب اللي تؤدي الكوارث بعض أحيانا وهي الأمطار، والأمطار عمرها لكانت كارثة في الدنيا. لكن هي هذه ممكن بعض الأسباب هذه تقعد ثانوية رغم لأنه إحنا السبب الأساسي ربما النجم ونلاحظه معناته هو البنية التحتية المتهالكة واللي تقتضي مع تدخل كل الأطراف، وهذا ربما الأساسي مع تقبل ما نحكيه على البناءات الفوضوية أو غيره، ربما هذا هو السبب الأساسي معناته واللي هو لازم والله هو شوف هي عدة عوامل راهي تصفي بعضها من الأخر خطر. أما كما قلت أنت الشبكات المتآكلة والقديمة وكل كما تحكي تو مثلا كي نحكيه احنا على شبكة تصريف مياه الأمطار في البحر ولا في المدينة، ولا هي شبكة مشتركة ما بين تصريف المياه المستعملة وتصريف مياه الأمطار، كان ترجع تلقاها معناها وقاعدين فما برامج توا لتغييرها وتجديدها. تبقى ديما احنا قاعدين على تنسيق متواصل مع الإدارات المختصة كما الديوان الوطني للتطهير على وجه الخصوص. مسألة اعتمادات زادة معناها ما ننكروش مسألة اعتمادات، البرمجة موجودة شخصين أنا هما الشبكات اللي تستوجب التجديد وإعادتها برمتها، إلا أنه يقول لك مسألة اعتمادات نستناو حتى تتوفر كذا، فما عادة عوامل هذم مش البلدية تبدلهم راهو الشبكات فهمت. دونك معناها هذه تآكل الشبكات وقدمها في عدة مناطق. احنا مؤخرا مشكورين الديوان انطلق في تجديد شبكة التحرير اللي هي كانت مشكلة كبيرة في جزء دائرة التحرير في جزء منها، اما هي بكلها تقريبا تستوجب التبديل. كيف كيف في عدة دوائر تعرف انت تونس وقدم مدينة تونس كلها الدوائر على 15، دونك شبكاتها من اقدم الشبكات اللي هي توا ولات تستوجب كل حاجة عندها عمر. الشبكات هذه كي تقدم تستوجب التجديد، وهذا اللي ان شاء الله تتوفر الحقيقة مدام. ان شاء الله توفر الاعتمادات هذه، ان شاء الله تدخل كل الاطراف لمزيد السيطره ربما على مياه الامطار. شكرا لك مدام حفيظه على التدخل معنا اليوم. العفو، شكرا لكم على تناول هالموضوع المهم. شكرا لك، ميرسي بوكو. واحنا باش نرجعوكم بعد فاصل غنائي. استنونا على إذاعة المندرة FM. رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقتنا في برنامج أمور تهمنا على إذاعة المندرة FM بالشراكة مع مبادرة مناظرة. في الجزء الثاني اخترنا من حلقتنا باش نحكيه على حالة الشواطئ في ولاية بنزرت مع نهاية الموسم الصيفي.
كما نعرفوا اللي ولاية بنزرت معروفة بالبحر ويجيوها العبيد من تونس الكل باش يعوموا ويصيفوا، ورفرف واحدة من أكثر الوجهات السياحية اللي تشهد إقبال الصيفة. على هذاك باش يكون حاضر معنا السيد إبراهيم بوترعة رئيس بلدية رفرف باش يعطينا أكثر تفاصيل على موضوعنا، لكن قبل نخليكم مع آراء المواطنين اللي يزوروا بحورات بنزرت ونرجعوا لكم. المسؤولين على حالة الشواطئ بالنسبة لي طرفين، المواطن والبلدية، فما شوية تقصير من البلدية وعدم وعي من المواطنين. نادرا وين نلقاو الحاويات، وحتى كي نلقاهم نلقاهم بعد برشا عرمال، فصون اللي العباد تولي طايش في الرمل وفي البحر. نحمل المسؤوليه للدوله والبلديات اللي ما توفرش الحاويات اللازمه، وحتى لو كان يبدا موجودين حاويات تلقاهم معبين دو فاسون تلزبش تلوع في القاع. العباد اللي تمشي للبحر هما مسؤولين على حالة الشاطئ في آخر الموسم. أنا كي نمشي للبحر ما نلقاش وين نطيش بوبيلة لا غالب. الحقيقة لهنا نرمي اللوم على برشا أطراف، نبداو من المواطن اللي ماهوش مسؤول على روحه كي يمشي للبحر يوسخ بلاصتو وما يهزش بوبيلة متاعو. ثانيا الدولة اللي ما تمارسش سياسة الردع مع المواطنين، نورمال ما فما خطيئة على تلويح البوبيل على الشط وفي البحر. ثالثا البلدية اللي ما توفرش الحاويات. ننطلق معك سي إبراهيم بوترعة رئيس بلدية رفراف. قبل كل شيء مرحبا بك معنا وشكرا لك على قبول الدعوة. قبل ما نبدأ في شكرا لك. شكرا. قبل ما نبدأ في موضوعنا سي إبراهيم، لو كان تعطينا قديش نسبة الشواطئ اللي تتبع بلدية رفراف، وهل الشواطئ هذه مهيئة غير مهيئة، وإذا كان فيها غير مهيئة هل يتبعكم كبلدية وإلا لا؟ احنا بالنسبه لبلديه رفراف عندنا شاطئ صونين، شاطئ عين مستير، وشاطئ الحماري، ثلاثة شواطئ هذوما يمتدوا على عده كيلومترات، متنوعين معناها في الطبيعه نتاعهم، فما الرملي وفما الصخر. احنا كبلديه مغطينهم الشواطئ هذوما على مستوى النظافه، كل الشواطئ معناها نتاعنا معناها مغطينها كما ينبغي بالإمكانيات بالطبع المتوفرة عند البلدية. طبعا ما ناش باش نعمل وفروا حاجة أكبر من إمكانياتنا، رغم اللي معناها في الصيف معناها مشكلة النظافة تولي مشكلة عويصة جدا، هي في سائر أيام السنة مشكلة، وتنرجع عليش هي مشكلة معناها مش فقط كما توسمعت من بعض المواطنين اللي حملوا في البلديات فقط الواحد، هي مسؤولية مشتركة ما بين الناس كل، ما بين البلدية وما بين المواطن، لأن النظافة في النهاية هي عقلية معناها نتربوا عليها من اللي احنا صغار. شفت سمعت تو منذ حين البعض يقول اللي ما يلقاش حاويات وين باش يلقي الفضلات نتاعو معناها في الشواطئ. احنا بالنسبه لبلديه رفراف الطرقات نتاعنا الكل مجهزه بالحاويات على امتداد نهج الخماير في منطقه الحماري، في كذلك الشط نتاع الحماري معناها ركزنا بالتعاون مع وكاله حمايه الشريط الساحلي كل 50 متر ثلاثه حاويات على 2 كيلومتر معناها للمواطنين، ولكن للاسف معناها نلقاو المواطن اللوح وين يجي معناها الفضلات نتاعو بعد ما يكمل يومه معناها يخلي فضلاته معناها في المكان اللي هو جلس فيه ويهز روحه ويروح معناها من غير ما يخمم معناها في اللي باش يجي غدوه من بعده معناها يلقى مكان نظيف كما هو قاه نظيف. واضح. اذا بلديه رفراف فيها ثلاثه شواطئ، الشواطئ هذوما شواطئ مهيئه ولا غير مهيئه؟ مش معناها مهيئه الساعه. مهيئه بمعنى يعني تخضع لاشراف البلديه وفيها كل معقول هي تخضع لاشراف البلديه، معناها احنا عندنا في عين مستير واحد على مستوى التهيئه المتعلقه بالحمايه المدنيه ما معناها للاسف معناها ما توافقناش السنه في انه نامنوها من حيث الحمايه المدنيه. بالنسبه لشط الحماري معناها على مستوى الحمايه المدنيه متوفرين معناها السباحين المنقذين، وفرنا لهم كل الامكانيات، زوز ابراج مراقبه، وفرنا لهم معناها خيمه، امور واضحه، واحنا البلديه اللي قاعدين نخلصوا فيها السباحين اللي تم انتدابهم معناها كل صيف. نوضح شويه، حكيت الشواطئ مهيئه وغير مهيئه، نحكيوا على بلاج فيرج اللي ما نلقاوش فيها مقاوي، معناها عبد يمشي يعوم شاطئ فارغ رمال وبحرك، معناها طبيعي نسبيا. لا شواطئنا مهيئه من ناحيه هذه مستغله، شط صونين، شط عين مستير، وشط الحماري، معناها الخدمات هذه معناها من مقاهي ومطاعم متوفره في الشطوط هذه الكل منها. وربما احنا هذا يطرح اشكال اخر، واش اشكال الاستغلال المفرط معناها للشواطئ اللي في يطرح الاشكال ما بين شواطئ معناها المستغله من قبل الخواص معناها اقتصاديا، والمساحات اللي زي ما تكون شاغره بالنسبه للعموم
معناها في تشكيات كبيره برشا من المواطنين، يقول لك انا باش نهبط نعوم ما نلقاش مكان على راحتي، في يلزمني معناها نكري باراسول، ويلزمني معناها نصرف معناها باش نجم معناها نعوم ونفرد روحي ونفرد اولادي. معناها هذه مشكل كبير موجود في كل الشواطئ الموجوده عندنا في ولايه بنزرت، وخاصه في الشواطئ نتاعنا هذه معناها في غار ملح وفي رفراب درجه اولى بحكم الاقبال الكبير والكبير جدا معناها على زوج شواطئ هذوما خلال فصل الصيف. سي إبراهيم تنرجع مع هذا الكل، حاليا شنو تقييمك لحالة شواطئ مدينة رفراف بعد الموسم الصيفي؟ حالة طيبة، ما فماش اشكال كبير برشا، معناها كما قلنا احنا مصلحة النظافة هو المشكل الكبير، معناها في انا نجم نقسمه معناها ثلاثة المشاكل نتاع البحورات ثلاثة، معناها على ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو المستوى المروري، معناها فما أحيانا معناها يقع اختناق مروري معناها خاصة معناها في العشية، ما بالنسبة لشاطئ رفراف في الشارع الكبير اللي عندنا معناها يربط ما بين ظهر عياد ويربط ما بين منطقة الدمينة، اللي هذا يشهد اختناق مروري كبير برشا خاصة في المساء، ويطرح معناها برشا قلق معناها المواطنين اللي معناها يجيو باش يروحوا لديارهم في آخر الواحد. عندنا مشكل آخر هو مشكل النظافة بحكم كما قلت معناها الإقبال الكبير معناها للمصطافين، واللي يجيو معناها يا إما بصفة يومية يعني يوميا معناها يتجدوا، والا فما عندنا احنا حاجه اخرى معناها مهمه جدا في رفراف هي الكراء، اللي فما يجي على جمعه يجي معناها على ثلاثة ايام، يجي على شهر، يجي على شهرين. وعندنا شكون من المواطنين معناها من خارج رفراف ملاكه عندنا في رفراف، عندهم الديار نتاعهم يجيو معناها يعديوا الصيفيه نتاعهم الكل عندنا في رفراف، بالتالي معناها نكونوا في 15000 مواطن في فصل الشتاء والخريف والربيع، في الصيف نوليو في رفراف معناها في 50000 و60000، يعني تضاعف معناها عدد السكان معناها 3 و4 مرات. وبالطبع كي يتضاعف عدد السكان باش تضاعف كميه الفضلات اللي احنا معناها نجمعوها معناها في مصلحه النظافه في البلديه. نعطيكم معناها رقم، وصلنا معناها يوم ثاني عيد هزينا معناها قرابه 87 طن من الفضلات، في وقت اللي احنا المعدل اليومي نتاعنا على امتداد السنه هو في حدود 10-11 طن فقط. واضح واضح سي إبراهيم، باش نرجع معك اكثر باكثر تفاصيل، نخرجوا جزء للاخبار ونعاودوا نرجعوا. We'll be right back.
في برنامج أمور تهمنا. نذكركم اللي موضوعنا هو تقييم حالة شواطئ بنزرت مع نهاية الموسم السياحي بين مسؤولية السلطة ومسؤولية المواطن، مع ضيفنا سي إبراهيم بوترعة رئيس بلدية رفراف. نرجع معك سي إبراهيم ونحب نسألوك، أنتما كبلدية شنو التحذيرات اللي تقوموا بها في أول الصيف؟ طيب كان نحكي عن نهاية الصيف، أما أول الصيف شنو الخطط اللي تتحط لحماية شواطئ رفراف ولا شواطئ بصفة عامة من التلوث؟ استعداداتنا بالاساس معناها تكون على مستوى النظافه بحمله، معناها تكون قبل موسم الصيف حمله كبيره معناها تقوم بها المصلحه نتاعنا، معناها اللي هي لاهيه بنظافه البلاد الكل، ازاله الاتربه، معناها كذلك طيله ودهن، معناها لي تروتوار، كذلك معناها كنا محضرين رواحنا على مستوى النظافه في اطار صفقه باش نزودوا معناها بحاويات كبيره تقريبا في حمولة معناها متى 6 متر كوب معناها من الفضلات، لكن للأسف تعطلت الصفقة هذه طوال فترة الصيف معناها، وهذه كانت تعطل خارج على نطاقنا احنا كبلدية. ما وصلت لنا معناها البضاعة متاعنا كان والبارح تقريبا معناها واحد، كنا مجهزين رواحنا معناها لفصل الصيف. رغم ذلك معناها احنا السنة زودنا الشاطئ متى الحماري ب 140 حاوية جديدة معناها موجودة على امتداد الشاطئ على 2 كيلومتر، وكذلك دعمنا معناها الحاويات الموجودة عندنا على مستوى نهج الخمايل. كنا في السنتين السابقتين زودنا منطقة الكورنيش اللي فيها قبيل كبير برشا خاصة في الليل وفي المساء، زودناها بحاويات صغيرة معناها متى دي بابي معناها كل ما هو بلاستيك معناها مش معناها للفضلات المنزلية، لكن للأسف سلوك المواطن كان عدواني تجاه هذه معناها تقريبا قلعوهم الكل، قد تقريبا كان واحدة برك معناها على للأسف معناها باش نشوفوا معناها يلزم زاد المواطن يفهم اللي راهو معناها مسؤولية مشتركة، مسؤولية معناها تكون مشتركة. كذلك قمنا معناها بجلسات مع على مستوى الولاية وكذلك مع الأمن باش نحضروا معناها أمنيا معناها الموسم الصيف. هذايا الكل الحقيقه معناها خلى صيفي هذه تعدى، ما نقولوش معناها على احسن ما يرام، ولكن معناها في ظروف طيبه معناها طيبه الى حد ما. عندنا اشكال كبير برشا احنا في الشاطئ نتاعنا هو مياه التطهير اللي تسرب لنا للبحر على مستوى الكورنيش في رفراف، وكذلك معناها على مستوى بحر سونين، خاصه بحر سونين مازال يعاني كما السنوات السابقه في تسرب مياه التطهير معناها
للبحر متاع صونين. تحلت نسبيا المشكلة هذه في كورنيش رفراف بحكم اللي وقع إنجاز مشروع بكلفة 1,300,000,000 من قبل الديوان الوطني للتطهير بالتنسيق بالطبع مع بلدية رفراف بتجهيزات جديدة لمحطات الضخ في ظهر عياد وفي عين شكوى اللي تقريبا حلت المشكلة هذه معنا نسبيا. والسنة ما شفناش تسرب كبير برشا لمياه التطهير إذن في جهة الكورنيش. إن شاء الله عام الجاي معناها نكون قضينا على الظاهرة هذه تماما في الكورنيش وكذلك معناها في شاطئ صونين قاعدين ننسقوا مع الديوان الوطني للتطهير معناها لحل الاشكال نتاع تسرب المياه في بحر صونين في المحطه نتاع الضخ الموجوده غاديكا وكذلك معناها من جهه واد صنديد اللي معناها المشكل نتاعو يبدا في رفراف في منطقه عين بلد معناها ان شاء الله سنحلوه الاشكال هذه بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير. واضح هذا في علاقه بالاستعدادات اللي تبذلها بلديه رفراف قبل الموسم السياحي. لكن سي ابراهيم كانت قلنا هل فما اجراءات استثنائيه تقوم بها البلديه بعد نهايه الموسم الصيفي في علاقه بتنظيف الشواطئ وغيره؟ بالطبع احنا عندنا معناها في اطار صفقه معناها لوكاله حمايه شارع الساحلي المفروض يكون فما مقاول يجي ينظف الشواطئ معناها في نهايه كل موسم سياحي. جاوا انا شفتهم نهار الاحد اللي فات موجودين لكن من هنا نحب نستغل المنبر هذايا باش نبلغ الوكاله الحمايه وانا باش نراسلها ان شاء الله باش نقول له راهو المقاول مش قاعد يخدم على روحه معناها وقت اللي جيبه مشكل نتاع رقابه معقول معناها جي تراكتور معناها يقعد يحوس ماشي جاي على الشط من غير معناها يقوم. انا مشيت وقفته وانا قلت له يا خويا الوحده راهو الشين نتاعك مش قاعده تخدم وتتعدى من فميك وشوف البلاستيك وشوف معناها الكاغد وشوف الوحده كي معناها قاعد فميك ولا خدمها الوحدة معناها شوية ومن بعد مشى وقف التراكتور هاي بالضبط معناها ما بصراحة ماهيش فماش نجاعة على هذا المستوى. يلزم معناها تكون فما رقابة أكثر معناها على المقاولين في هذا الاتجاه باش معناها تكون الشواطئ نتاعنا معناها في ظروف أفضل. وإحنا كل صيفية راهو معناها نقوم بانتداب للسباحين المنقلين وهذا يدخل في الاستعدادات والبلدية راهو هي اللي تخلصهم وكذلك معناها نقوم بانتداب معناها موسمي معناها لعدد معناها من أبناء الجهة باش يقوموا بجمع البلاستيك في الطرقات والأنهج الرئيسية والمتفرعة على نهج الخميل. أنا فيما تنسيق مع المجتمع المدني لقيام والله والله الحقيقة هذا هو اللي مازال نقص معناه هو انه المجتمع المدني رغم اللي معناها مع وكاله حمايه شارع الساحلي فما برنامج واحد وكاله حمايه شارع الساحلي معناها عندنا اتفاقيه معها انها تدعم معناها كل مجهود يقوم به المجتمع المدني ولكن للاسف معناها في السنوات هذه معناها ما فماش معناها مجهود من المجتمع المدني في اطار لا في حملات توعيه ولا في حملات معناها تنظيف. نوجه دعوه من هنا الى المجتمع المدني نتاع رفراف وحتى الجهات المجاوره لقيام بالحملات هذه اللي هي لازمه معناها ان شاء الله. معقول معناها المجتمع المدني عنده دور كبير برشا معناها على مستوى التوعيه اكيد صوته يوصل خير من البلديه وخير من السلطه معناها المواطن بحكم معناها انهم اقرب للمواطن معناها من مؤسسه الدوله وايضا معناها انهم في نفس الوقت معناها يعطيوا نجاعه اكبر معناها المستوى هذا معناها ثلاثه ولا اربع حملات خلال موسم الصيف انا يعطيوا معناها قادره تغير تغير الكثير معناها في حال الشواطئ نتاعنا بصفه عامه. موارد بشريه مهمه معناتها المجتمع المدني راهو يدعمها لازم تنسيق. لكن سي ابراهيم خاطر اكيد المجتمع المدني وحده ما ينجمش معناها لازمو ماتريال لازمو شكون انا ما فماش حتى مره قصدني المجتمع المدني في اي عمل من الاعمال نتاعو وطلب الدعم من البلديه وبخلنا عليه هذه انا معناها ناكده لكم معناها هذه مش في امور النظافه فقط نتاع الشواطئ في كل ما يهم الانشطه نتاعهم معناها سواء ثقافيه او رياضيه او غير ذلك البلديه دائما وابدا على ذمتهم توفر لهم معناها كل شيء فما حتى اشكال. المهم تكون فما بالضبط تكون المبادرات موجوده معناها احنا كبلديه ما عندنا حتى احتراز باش نتعاملوا مع اي جمعيه ولا مع اي طرف من المجتمع المدني في اي نشاط كان بما فيه النشاط هذا نتاع النظافه سواء معناها في فصل الشتاء والواحد ولا فصل الصيف معناها كيف بس ابراهيم كنا حكينا انه المسؤوليه مشتركه بين المواطن وبين البلديه وبين السلطات المعنيه به كاين فما تسيب وخارق القانون معناتها من المواطنين وهذا راهو فيه يعني وهذا واقع ما نحملوش السلطه كان للبلديه علاش ما يتمش استعمال اسلوب الردع ضد المخالفين هذوم بشكون عندي عون برك نرجع المشكل للموارد البشريه بالضبط عندي عون برك معناها شرطه بيئيه شنو نجم يفعل في رفراف الكل وفي شط رفراف الكل من صونين حتى ايش وهذه مشكله وهذه يظل مشكله في جل البلديات في جل البلديات معناها رقابه الشواطئ باش تقوم مثلا بالردع
وقبل الردع حتى هما زادين بيكون عندهم دور توعوي معناها نبداو الساعه بالحسنه ومن بعد نمشيو معناها للردع. ما عندناش العدد الكافي معناها بعون واحد شنو تنجم تعمل في بلديه معناها كيما رفراف يقبل عليها معناها عشرات الالاف من المصطفين في فصل الصيف. والمشكل معناها انك كل يوم تشوفوا وجوه جديده، مش معناها شط رفراف نتاع السنين اللي فاتت اللي معناها يجي يعدي شهر وشهرين يعني توالف بوجهه معناها واحد يعني معناها يجيك على نهار على نهارين ويمشي يجي واحد اخر بلاصته معناها توصل الميساج اليوم معناها واحد غدوه يجيك شكون الجديد باش عاود توصل معناها العمليه تولي اعتباطيه بطريقه كيما هكا. سعيد سي ابراهيم لانه معناتها تشوفوا مع السلطات المعنيه خاصه وزاره الداخليه في علاقه بتدعيم الموارد البشريه، هو تدعيم الموارد البشريه هذه بالنسبه للشرطه البيئيه على مستوى وزاره الشؤون المحليه. معناها احنا انا خرج زوز معناها موظفين، واحد من الحاله المدنيه واحد من القسم الفني باش يمشيوا للشرطه البيئيه. للاسف على انتداب عون برك وتو نستناو معنا اكثر من عام في انتداب العون الثاني ولحد الان ما تسويش الوضعيه. حتى اذا تتسوى الوضعيه يقعد العدد يبقى قليل، يبقى العدد معناها قليل. عليها نقول لك علاش العدد قليل، لانه بصفه عامه ربطوا توفير جهاز الشرطه البيئيه بانهم يكونوا من الاعوان الموجودين معناها في البلديه، ولازم البلديه هي اللي تتكفل معناها باخلاص الرواتب نتاعهم فهمت. والبلديات معناها كما بقت بلديه رفراف معناها عندنا مشكل كبير برشا على مستوى التاجير بحكم انه كتله الاجور تويكا في حدود 63% من ورد العنوان الاول، اللي معناها هذا يخلينا معناها غير قادرين على ننتدبوا. اذا كانت الدوله لهنا ما تتكفلش بالعمليه هذه نتاع الانتداب والتاجير نتاع الاعوان هذم باش توفر جهاز رقابي ينجم معناها يقوم بالمهمه نتاعو بالنسبه للناس المخالفين، هذه معناها العمليه معناها باش تبقى ديما عمليه قاصره في انك معناها تبلغ النجاعه القصوى على مستوى النظافه معناها في الشواطئ نتاعنا، وحتى معناها مش في الشواطئ حتى معناها على مستوى انهج المدن. انا تو كل فتره واخرى تقريبا كل شهر ولا كل شهر معناها نقوم بحمله باش الواش معناها باش نلموا فضلات الاجنه والحدائق نتاع المنازل اللي للاسف معناها ينظف الجنينه نتاعه ومن بعد يجي قدام داره ولا في اي في جنب اي بوباله معناها واحد كي ويلوح لك. فميكا انت اليوم تقوم بالعمليه نتاع الازاله وتنظف واحد، ترجع غدوه تلقى جار اخر معناها واحد جاي خرج، مش حتى يخرجوا معناها الفضلات نتاعهم معناها في مره واحده ولا في اسبوع واحد او كان بعد احنا نقوم بمهمتنا كبلديه، ولا يجي نسق معانا من قبل ويقول لي راه ما باش ننظف الجنينه نتاعي بالله يشوف لنا كيفاش تبعث لنا تراكتور ولا كاميون باش يهز الفضلات هذه ويخلص هو بطبيعه، واحنا معناها نحافظوا معاه معناها على نظافه البيئه نتاعنا، لا يعطيه يتخلص من الفضلات نتاعو، تلقى فريجيدير مطيشه، تلقى معناها غاز بالكوشه مطيش، تلقى على ذكر سي ابراهيم لازم نرجعوا لحكايه الردع مش كان في البحر، معناها مشكله البيئه هذه صار ما تحل كان بتطبيق القانون التربيه قبل كل شيء. نجموش نعملوا برشا على الوعي. انا نعطيك صوره انا معناها في احدى معناها الزيارات الميدانيه نتاعي معناها للشط نتاع رفراف معناها عائله فيها اب وام معناها زوج خشيشرات صغار معناها مازالوا معناها اعمارهم ما تفوتش العشر سنوات معناها وقت اللي ترى البو والام معناها بعد ما عباو الدبوسه بالماء من البحر ويطلع معناها للكورنيش للكياس باش ينظف سقيه من الرمل الموجودين معناها يصب الماء على سقيه فميكا ويطيش الدبوسه في جنبه كيف معناها كيما عمل البو والام الغشير عمل كيما هكاك. مشكله ثقافيه ولكن يعني اذا كان انت ما تعطيش الصوره لولدك من اللي غشير صغير انه ما يطيش والسلوك هذا يكون معناها عملي مش معناها بالكلام فقط معناها يراه فيك انت معناها مجسم فيك انت معقول معناها غدوه هو بيدو هذاك كي يكبر باش يحافظ على السلوك هذاك نتاع اللامبالاة ويولي يقعد يطيش وين يجي ويصعب مهمه البلديه الى ابعد الحدود. انا نقول لك معناها المشكله مش في كم الفضلات راه المشكله معناها في التصرف العشوائي في الفضلات، رغم اللي احنا قبل الصيف معناها قمنا تقريبا بتوزيع معناها مناشير وألمات على كل المتساكنين وكل اصحاب المنازل نتاع الكراء والمقاهي والواحد بالاوقات اللي يلزم يخرجوا فيها معناها الفضلات نتاعهم بسبب المهم نتاعنا. احنا في نهار مره منهم هذه معناها السنه في الصيفيه هذه في الكورنيش نتاع رفراف هزيناه اربع مرات في صبحي. معناها ايكيب هبطت معناها تقريبا ما بين سبعه وثمانيه هزت الكورنيش. من بعد عاود يكلمني معناها المسؤول على قسم النظافه يقول لي راهو كميه كبيره برشا معناها من الوساخ موجوده، قلت له ابعث ايكيب اخرى ثانيه، بعث ايكيب ثانيه نظفت الكورنيش الكل بعد بساعه هذه في صبحيه مش في نهارين ولا في كذا في صبحيه. يكلمني يقول لي راهو عاود حاجات فضلات بكميه كبيره برشا، نبعثوا ايكيب ثالثه ومن بعد كيف نبعثوا ايكيب رابعه وبعد ايكيب الرابعه باقي الناس مازالت تخرج معناها حتى ال 12 وحتى الماضي ساعه نتاع النهار. هذا راهو يصعب لنا المهمه نتاعنا راهو كبلدي، ما نجمش انا معناها كل ساعه معناها يكون عندي ايكيب تخرج باش تعمل دوره في البلد كل معناها باش تنظف. الاوقات النظافه معناها رفع الفضلات تكون معروفه ويلزم المواطن معناها يلتزم بها ويلتزم بالاماكن اللي هو يلزم يخرج فيها الزبله نتاعه، حاجه من اثنين يا اما في نقاط التجميع والا معناها بورت ا بورت. ف
فما اماكن احنا زون بورتا بورت معناها يعرف وقتاش يجي التراكتور نتاع البلديه باش يهز، عنده وقت معين معناها يخرج فيه الزبله قدام داره ويجي التراكتور يفرغ البوباله ويمشي على روحه. والا في نقاط نتاع التجميع عندنا كذلك اوقات معناها نمشيو نهزوا فيها، ما يلزمش المواطن معناها ما يلتزمش بالاوقات هذه معناها على خاطر نجم انت تنظف تويكا وبعد ساعه ترجع تقول اه البلديه ما جاتش نظفت. احنا بالحقيقه نظفنا معناها، ولكن لازمنا كما قلنا احنا مسؤوليه مشتركه، لازمنا زاد البلديه الكل مش كان بلديه رفراف تحاول انها تضغط اكثر على مساله الانتداب وتدعيم الموارد البشريه، خطر في غياب الردع المشكل معناتها معالجه مشكل التوعيه راه يلزم يستغرق معناها سنوات وسنوات في العمل البلدي اسمه التراتيب البلدي. كل ما يهم معنا تنظيم الشوارع وتنظيم التروتوار وتنظيم البناء وتنظيم معنا سلوك المواطن على مستوى التصرف في البيئه نتاعه بالمياه المستعمله معنا اللي تخرج من الديار وقت اللي المراه تسيق ولا تنظف ولا تعمل معنا، هذا مش كبيره برشا، هذه حاجات تهم التراتيب البلديه. كيفاش تنجم انت التراتيب البلديه اللي تطبقها وانت ما عندكش جهاز معناها رقابي يكون معناها فيه موارد بشريه معناها كافيه باش نجموا نقوموا بالعمليه هذه مترت، وهذه الحقيقه مشكل معناها عام خاصه في البلديات الصغرى والبلديات المتوسطه معناها ما عندهاش موارد خاصه ايوه خاصه البلديات معناها اللي ما عندهاش وهي الحقيقه قبل ما تكون مشكله فلوس تكون هي مشكله اراده. احنا معناها عملونا نظام جديد نتاع الجماعات المحليه ورميونا في البحر وقالنا عوموا وحدكم ما غير حتى ما يصدروا الاوامر معقول معناها معقول معناها القرارات الترتيبيه ونصوص الترتيبيه معناها مثل فصول المجله هذه عشرات معناها من معناها الاجراءات الترتيبيه لتو لحد الان معناها ما توجدتش. كنا نتوقعوا معناها يكون فما معناها دعم كبير برشا بشريا وماليا وفنيا معناها من الاداره المركزيه ومن الوزارات للبلديات هذه اليوم اللي تخدم معناها بنظام ناشئ باش نشحوه على الاقل في المرحله الاولانيه نتاعو هذه، لكن للاسف معناها في الثلاث سنوات هذوما ما فماش بالضبط معناها قال لك عم بحرك وحدك معناها واحنا نعوموا في بحرنا وحدنا للاسف. واضح سي ابراهيم، باش نختم معاك باخر سؤال. كما قلنا حاله شواطئ بنزرت وحتى تونس الكل هي مسؤولية مشتركة جماعية بين الدولة والمواطن، دونك حسب رأيك أنت شنو الدور الحقيقي اللي يلزم يلعبه كل طرف؟ بالنسبة للبلديات يلزم معناها وهذا أنا مش يلزم هو أصلا هذا واقع أنه معناها أولوية من الأولويات أولويات العمل البلدي هي مسألة معناها النظافة وتوفير المناخ السليم للمواطن سواء معناها خلال فصل صيف يعني فصل استثنائي معناها متى خلاعة ومتى شيخات وجو وعومة واحد وإلا معناها بالنسبة معناها لكامل معناها فصول وأيام السنة. دورنا هذه كبلديات وشفروا معناها الخدمات على أحسن وجه، الخدمات هذه معناها يا إما توفر بموارد ذاتية للبلديات اللي هي بصفة عامة في أغلب البلديات موارد ضعيفة يلزم الدولة هي اللي معناها تمد يد المساعدة باش تدعمنا على إيجاد الموارد هذه وباش تدعمنا باش نلقاو باش نوجدوا موارد ذاتية جديدة للبلديات دعم بها مواردها. فهمت كيف؟ صحيح. خاطر منين نجيب انا كبلديه؟ وعلى الاقل في مراحل الاولى خلي البلديه تدفع بالضبط معناها واحد. هذه بالنسبه معناها للدوله معناها وكل ما كل اداره معناها عندها علاقه بالمساله هذه سواء كانت معناها بلديه او معتمديه او ولايه او اداره تجهيز او معناها ديوان وطني للتطهير لغير ذلك. بالنسبه للمواطن يلزمه يعرف معناها اللي هو شريك معنا في كل ما هو معناها نظافه شواطئ وكل ما هو نظافة معناها بصفة عامة متاع المحيط ومتاع البيئة متاعنا. إذا كان هو ما يمدش يد المساعدة وما يعاونش معناها في النهاية مهما عملنا ماناش معناها باش نجموا معناها ننجحوا معناها في أنه نوجدوا للمواطن متاعنا معناها بيئة سليمة، وللأسف هو المتضرر الأولاني هو اللي خالف وبعد تلقاه هو اللي يتبكى ويتشكى ويعمل لأنه الضرر في النهاية معناها باش يرجع عليه. معناها كنت تلوح أنت وين يجي في الشارع ولا تلوح في الشاطئ معناها الروائح الكريهة والناموس والذبان وغيره في النهاية شكون باش يضرر منه في النهاية؟ وللاسف احنا نضاف برشا في ديارنا راهو اي في الشارع ولكن للاسف الشارع مش نتاعنا لانه معناها هذيك داري نسميها داري ما هذيك مش شارعي هذاك شارع الحاكم ورزق البيليك نعمل وهذه العقليه الخايبه معناها الموجوده عن يزمو يعرف معناها اللي كيما يزمو يكون نظيف في داره ها وفي بدنه وفي جسمه معناها وفي ملابسه يزمو كذلك يكون نظيف في المحيط نتاعو وهو معناها لهنا معناها عنده المسؤوليه الاولانيه قبل كل شيء. ما عاد يجي حاسبني انا كبلديه وكمؤسسه يجي حاسبني اذا كان قصرت باني معناها نقوم بالعمل نتاعي ونقوم بالواجب نتاعي. اذا واجب مشترك
انا عندي كبلديه حقوق على المواطن تاعي، والمواطن معناها كيف عنده حقوق علي انا، لازمنا معناها نتقاسموا هذيا الكل مع بعضنا باش نجموا معناها ننجحوا باش نوفروا معناها محيط وبيئه سليمه. يعطيك صحه سي ابراهيم، شكرا لك على حضورك معنا، واحنا نرجعوا لكم بعد فاصل موسيقي صغير. شكرا لكم على الدعوه هذه. We'll be right back.
ما زلنا معاكم على موجات إذاعة المندرة اف ام في آخر فقرة من حلقتنا، فقرة صورة الشهر، وكنا هبطنا لكم تصوير على صفحة الإذاعة اليوم الصباح، نجموا تشوفوها معنا توا في البث المباشر.
التصويرة تخذيت في إطار مسابقة صورة الشهر اللي أطلقتها مبادرة مناظرة في مشروعها صحافة الشأن العام، وين طلبنا منكم التقاط تصويرة حول حال شواطئ بنزرت مع نهاية الموسم السياحي. والتصويرة اللي اخترناها بعثينا حمزة حمروني، وكانت تخذيت من أحد الشواطئ التابعة للأنوتيل من ليزوتيل متاع بنزرت. شنو تعليقكم؟ ما عارش، كما تعرفوا احمد ورنان، وفي تونس الشواطئ بصفه عامه هي عماد القطاع السياحي، بذلك علاش ضروري جدا انه يكون فما رعايه مشتركه، جزء من المواطن كما كان يحكي معنا سي ابراهيم، وجزء من المجتمع المدني، وجزء من الدوله، باش نحافظوا على ديمومه الشواطئ ذي، ونحافظوا على السياح اللي قاعدين يجيو للشواطئ ذي. لحسن الحظ ربما شواطئ ولاية بنزرت بشكل عام ما تشكوش كثيرا من مشكل الفضلات، ولكن نشوفوا مثلا شواطئ العاصمة نلقاو الإشكال الذي تترحب بصفة أكبر. مثلا ناخذوا البونليو سود، معناتها تقريبا خط كامل يعاني من مشكل متكرر ومتجدد كل عام، اللي هو تصريف مياه التطهير فيه، واللي قضاء بشكل كامل على شواطئ هذه، سواء في ثروتها الحيوانية، سواء في يعني قدرتها على جلب السياح، حتى مواطنين الجهات هذيك ما عادش يعوموا فيها، ولا تقريبا مناطق ميتة. وانت يا احمد شنو رايك؟ والله انا التصوير ممكن عبرت على حاجه اخرى بعيد عليكم شويه، ممكن غزرت لها من ناحيه اخرى، انه التدخل البشري، غياب التدخل البشري الكثيف على الشاطئ خليه ياخذ نوعا ما قدسيه، لانه حسب كل ما رينا التدخل البشري في الشواطئ رينا اكثر معناتها فضلات، رينا اكثر تلوث، رغم تكاثف الجهود وكل شيء كيف ما كنا حكينا قبيله مع سيد رئيس بلديه رفراف، ولكن في الاخير يقعد التدخل البشري عنده اثر كبير على الشواطئ نتاعنا. وهذا الروح يظل لي احمد في اللي بلاج فيرج اكثر، معناها نلقاوك الطابع نتاع الطبيعه الحقيقي معناها موجود، يظل لي في اللي بلاج اللي فيهم تدخل للكسوسوا معناتها للسلط، والا للمقاهي، والا للنزول، نلقاو فيهم اكثر اوساخ للاسف الشديد. معناها بغينا نقول التصويره ما نجموش ناخذوها كواقع برشا، خاطر تخذت في إطار مسابقة، أكيد الفوتوغراف حب يخرج تصويرة مزيانة، معناها كسوة اختار بالكادراج وإلا بالوقت وكل، معناها يجب جوست بحذة يكون فما دي بوبيل ماهيش واقع، دونك منجموش نعدوا عليها برشا. أما كمام كما قال وسيم، يجب يكون فما فرق ما بين الشواطئ المهيئة وغير مهيئة، وزادة جنرال ما الشواطئ اللي بيو تابعين للوتلة يكونوا أنظف فيسك تصوير التوتين مش ديما يكونوا يتلهوا بها أكثر، فيسك حتى العبد اللي يجيوا أقل، دونك يمكن فما فرق لهنا. فوالا بهولي احنا وصلنا لآخر حلقتنا هاك ولي وسيم. بسنة لخل حلقتنا، فقط تذكير بالموعد بتاع البودكاست اللي بش يكون إن شاء الله نهار 25 سبتمبر. دونك وصلنا توا كما قلنا لنهاية حلقتنا، البودكاست باش يكون مخصص للحديث على العودة المدرسية والعودة الجامعية، وباش يكونوا حاضرين فيه ثلاثة ضيوف. كيف معناها نعاود نذكر بأنه برنامج أمور تهمنا يجي في إطار صحافة الشأن العام مع مبادرة مناظرة بالشراكة مع خمسة إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، واللي هما مندرة أفام، دريم أفام، نفزاوة أفام، معليس أفام، وسيليوم أفام. شكرا على الاستماع والمتابعة، وشكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف نجموا تعادوا تفرجوا فيه على صفحة إذاعتنا وعلى صفحة مبادرة مناظرة. الحلقة جاية وقتيش أحمد؟ الحلقة جاية ثالث أحد من شهر أكتوبر. مرة أخرى نعاود نذكركم ما تنساوش الموعد الشهري نتاعنا، ونذكركم بموعد الشهري زاد نتاع البودكاست اللي هو نهار السبت 25 سبتمبر على صفحة مبادرة مناظرة، والمرة هذه باش يتناول يوميات التلميذ التونسي. وفي الأخر نشكر الفريق التقني اللي أمن حسيتنا اليوم، ونقول لكم أتخي بيانتو، باي 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 باي.